شحنا ورقنا كجينا شاركنا وتوشحنا ورقنا ندرس ديبي ولدنا وعدت الليلة بلدنا الله يزيد زمانا هند ما تخاف ديبي جاب العافيه شالي ما تخافوا ديبي جاب العافية ميليطا ما تخافوا ديبي جاب العافية سيفا بيقطع الراس لما للكتافي الله يزيد زمانا أخواني وأخواتي آبائنا وبناتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم الوفد المرافق لي في الأرض عضو في المكتب التنفيذي كان لي وأعضاء البرلمان الأخ عيسى بابا والأخت عضو البرلمان سرية مصطفى محمد والأخت عضو البرلمان عائشة محمد نور والأخ عمران مستشار وإخوة في المكتب السياسي مامبر بسنس باسمهم جميعا نتقدم لكم بالشكر الكبير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا به وفقنا بهذه الأرض الطاهرة. أشكركم ثم أشكر كل المناظرين الحاضرين وقليل الإنقاذ سواء شبابا أو شابات أو شيبا ولكم الشكر والتقدير. أشكركم لأنكم ناقشتوا أمامنا بكل جدية. أشكركم لأنكم تناولتوا الموضوع بإحساس. أشكركم لأنكم بعيدين من دياركم ولكنكم قريبين من بلدكم. أشكركم لأنكم بجميع الوسائل واقفين مع الفريق إدريس ديبي إتنو ومع حزبكم. ولهذا نحن السعودية والشعب السعودية لها مقامة خاصة في دولة تشاد وخاصة في حزب الحركة الوطنية للإنقاذ وطائفة السادة الأخوان قبل 3 أيام التقيت مع الأغلبية الموجودون هنا وناقشت معكم بكل إخلاص وناقشت معكم بكل جدية ودعوتكم للتكاتف وللتوحد وللتضامن حتى تكون يدا واحدة وقلبا واحد. هذه ليس سياسة زكريا فقط بل سياسة حزبكم وقائدكم في زميلكم. أيها الإخوة طبعا أنتم الآن محتاجين جدا الصيغة التي أعطيتوني لها دايرين تسمعوا كيف ماذا فعل بنا الأمين العام ماذا فعل بنا في هذه الدولة؟ أعطوني الخيال ولهذا أقول لكم كل ما أعطوني لي خدمت أنا بأمان ولكن هناك خطأ أخطاء توجد والخطأ أنتم تعدلون سواء أخترت لكم مرة سواء أخترت لكم راجل سواء أخترت لكم شاب
أمر الأخ الأمين العام النائب هو حسب الله للكلام الرائع الذي قاله. كل الكلام الآن داير أقوله الأخ عمر حسب الله جزاه الله خير قال هذا الكلام. وتمنيت أن يكون الأمين العام إبراهيم الذي كان على رأسكم 20 سنة المفروض يكون قدامكم يشرفكم، ولكن للأسف لم يحصل ذا. ولكن نقول لي أن باب الحركة الوطنية مفتوح لكل مرض، سواء يجي اليوم أو يجي بعد السنة نحن لا نخص. نحارب من يسأل القبلية، نحارب من يسأل تفرقة الناس، نحارب من يسأل الاتفاق. المكتب الجديد الذي لم يتم إعلانه الآن عليه مسؤولية كبيرة، عليه مسؤولية كبيرة، إما ينجح وإما إذا فشل فشلتم أنتم. كل أعضاء المكتب التي تم اختيارهم عليهم العمل السواسية كعثمان الرشد. ليس هناك فيها هذا فلان وهذا فلان، لا، هناك فيها رواية. نحن في الجمهورية الرابعة، هذا النظام تغير، العقلية تغير، الاتجاه تغير. أقول لكم أن القائد لهذه السفينة وهو الفريق الذي وجدته صنع المعجزات في هذه البلد، ولكن يا جماعة اليد الواحدة بتصفي بدور أيديكم كلها تكونوا معي، كلكم تكونوا سواء كنتوا داخل شاب أو خارج شاب. هناك مشاكل إقليمية موجودة، مشاكل وطنية موجودة، مشاكل دولية موجودة. جات مهما كانت فيها نوع من التأخر، ولكنها الآن سمعتها في العالم تعلمون جيدا. أصبحت جات دولة ذات سيادة ولها مكانة في العالم كله. وهذا شخص ربنا يتمنى له أن يحفظه. آمين. يدعوكم للوحدة. يدعوكم أن تغيروا أفكاركم. يدعوكم أن تشاركوا كلكم سوا. الشباب والشابات الجيل القائم أبناءكم لهم أن يكونوا جزء لا يتجزأ منكم. أنا لا أريد أن أختم هذا الختام، لأن الختام الكلام الدورة الختام بعدين بقوله في نهاية الختام، لكنني داير أقول لكم شوية. الدكتور الثقة تتحمل ماذا أقول، وبصدر الرحب وبكل أولاً قرار رقم 8، هذا القرار قال بتعيين أعضاء المجلس التمثيلي للحركة الوطنية للإنقاذ بجدة بالمملكة العربية السعودية الأمين العام. نظراً للمؤتمر التأسيسي المنعقد بتاريخ من 8 إلى 11 مارس 1990 ببامنة، نظراً للمؤتمر الصالح غير العادي للحركة الوطنية للإنقاذ المنعقد بتاريخ من 8 إلى 9 يناير 2016 في نجمينة، نظراً للنظام الأساسي واللائحة الداخلية المعدلة للحركة الوطنية للإنقاذ، نظراً للحوجة الموجودة بالمملكة العربية السعودية، المادة الأولى الرفاق الآتي أسماءهم تم تعيينهم بالمجلس التمثيلي للحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية. الأمين العام الإقليمي روبر موسى حسن عيسى. ولكن التغيير لا يتم إلا باتفاق وجوهكم الجميلة التي تملأ.
ولهذا تم اختيار الأمين العام النائب. هل تعرفوا من الأمين النائب؟ الأخت حواء سليمان الشبوان. ولكني اؤكد لكم على هذا اختياري ملك المكتب التنفيذي للحركه الوطنيه قاسم جمال. فيكون المملكه العربيه السعوديه هي ثاني بلد اختار النائب، ولكن السودان اختارت الامين العام هو ادي الدكو في السودان، ولكن السعوديه اخترنا حسب ما الاقليه ما دارت. والعمل تكليف وليس تشريع. طبعا النائب الثاني المكلف بالايديولوجيه والترويج مرة علي حاج. الأمينة المكلفة بالمنظمات النسائية مريم جميل عمر. الأمينة المكلفة بتجمع الشباب إسماعيل حسن محمد. إسماعيل حسن محمد. الأمين المكلف باتحاد التجار معناه رجال الأعمال محتاجين لهم جدا سنوسي علي حكام. الأمين المكلف بالتجمعات الاجتماعية والمهنية محمد عثمان شرارة. الأمين المكلف بمكاتب المساندة صالح إبراهيم عمر. الأمين المكلف بتدريب وتكوين المناضلين إبراهيم جرماي. الأمين المكلف باللامركزية والحريات العامة عائشة أحمد. الأمين المكلف بالدفاع والأمن محمد مصطفى. الأمين المكلف بالتضامن الوطني هو رمضان علي. الأمين المكلف بالأوراق القانونية دليا آدم أحمد. الأمين المكلف بشؤون القنصلية والأخلاق السياسية دناء موسى. الأمين المكلف بالتربية ونهضة المدرسة الشهادية دكتور محمد الغالي. الأمين المكلف بالصحة ورفاهية المواطنين أما أليفة محمد.
الدين المكلف المرابلي السلاك آدم البكر. الأمين المكلف المراسل محمد هارون يونس. الزمن قاعد اسمه يا توب. اهلا المكلف السكرتيريه محمد شوقي موسى. الأمين النائب المكلف بالمنظمات النزاعية مريم حسب الله. الأمين النائب المكلف بالتجمع الشمالي آدم كبير. الأمين النائب المكلف باتحاد التجار محمد آدم الغايب. الأمين النائب المكلف بالتجمعات الاجتماعية والمهنية آدم ذريع عاشور. المكتب الآن ادعيت اسمه، المكتب الآن ادعيت أسماءه ليأخذ البوزيسيون. هناك المكتب مكون من 72 شخص. هنا في مكتب تنفيذي، هنا ليس زكريا عمر، لا، في مكتب تنفيذي، مكتب الحركة الوطنية الخاصة. إذا كان إنسان بيتبع المكتب التنفيذي هو تابع للتنفيذي. إذا كان إنسان تابع لزكريا فبلاش يقول ماذا يريد؟ ماذا يريد في الناس مهما كان شكله؟ لهذا أنا أمانة أمام الناس وأمام الشعب الكويتي. تخدوا بذكاء، تخدوا بتوحد، تخدوا بقلب واحد.
الله يرزقنا يا معالي.